في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، مش ناس وشخصيات بس، احنا هنلف مصر كلها نحكي عنها وعن ناسها الطيبين، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. تسري القشعريرة على جلدي وأنا بسمع القرآن يا باب الفتوح، أنا لحم جلدي من ألف لام ميم، شمس الشهامة علمتني الخشوع، سهر القمر علمني اسم الرحيم، علمني اسم الودود، فريت وكان الفجر يرجل وجود، والدمع سال والنار ذات الوقود، قلبي خفق وهو العزيز الحكيم. الله على الكلام الحلو يا مولانا. طبعا يا عم، ما انت قاعد في رحاب سيدنا زين العابدين، مين قدك؟ امبارح كنت في مسجد اخت سيدة سكينة بنت سيدنا الحسين رضي الله عنها، والنهارده بنتقابل في مسجده الجميل في مصر القديمة. زين العابدين يا صاحبي، زين الشباب وابن الحسين، في شدايد شديد وفي نزال الحق كان شهيد ابن شهيد. فعلا سيدي زين العابدين ابن الحسين شاف مآسي ما شافهاش حد من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. شاف عمه وابوه وقرايبه كلهم بيتقتلوا في كربلاء، وهو نفسه لما حب ياخد حق ابوه من بني أمية استشهد مع اصحابه في الكوفة. ما هو كان اهل الكوفة وعدوه انهم ينصروا ضد الخليفة الاموي الدموي هشام بن عبد الملك، قالوا له انت عاقب الخلافة ولازم تاخد بطار بني هاشم وترجع حق ابوك، لكن ما قدروش يساعدوه وانهزموا معاه في معركة الكوفة. وكان مصير الشهادة رضي الله عنه وعن اهله بعد معركة شريفة كان فيها في غاية الشجاعة، وواجه لوحده مع عدد قليل من انصاره جيش هشام بن عبد الملك اللي كان بقيادة امير الكوفة يوسف ابن عمر. كان خلفاء بنو اميمة من شدة اعدائهم لابناء واحفاد سيدنا علي ونسل الحسن والحسين كانوا بعد كل معركة يقطعوا روس قادة الجيش المهزوم عشان تتفرق أجسادهم ويبقى من الصعب دفن الشهداء في أماكن معروفة. وطبعا كان في مقدمة الشهداء الإمام زين العابدين، اللي بيقال إن بني أمية أمروا بطواف رأسه الشريفة في كل البلاد من الكوفة حتى دمشق عشان يكون عبرة لأي حد من بني هاشم يفكر في الخلافة. لكن أنصار سيدنا زين العابدين قدروا يهربوا الراس الشريفة للقاهرة عشان يكرم ويدفن في أكرم بلاد الأرض. على فكرة يا مولانا، مشهد الإمام زين العابدين الحالي اللي أقاموا في البداية الخلفاء الفاطميين وفي بداية القرن 19 جدده عثمان أغا، وده كان مؤرخ ثري من رجال الدولة العثمانية، والقبة اللي موجودة على الضريح دي موجودة من العصر المملوكي. أفارم عليك يا أخ عمرو، شو جوزال. وبالمناسبة بقى، المقصورة البديعة اللي انت شايفها المحيطة بالضريع دي مقصورة مصرية مصنوعة من الحديد المزخرف، عملها فنانين مصريين مهرة في أواخر القرن الـ13 الهجري. والشيء الجميل فعلا ان المصريين سموا الحي كله اللي في الضريح من يومها حتى الآن باسم زين العابدين، وهو الحي اللي موجود حاليا في مصر القديمة شمال منطقة الفسطاط. لكن كتير من الناس يا أخ عمرو يمكن ما يعرفوش إن الإمام زين العابدين ده مش اسمه الحقيقي، وإن اسمه الأصلي زيد، وكان من أفصح وأفقه الرجال في عصره. وأحد المؤرخين قال عنه: والله ما ولدت نساء العربي أفضل من زيد بن الحسين بن علي. ما هو عشان كده حتى الآن له أتباع كتير اسمهم الزيديين في اليمن وفي دول آسيا الإسلامية، مسلمين معتدلين ومن أقرب الطوائف لأهل السنة. الله ينور عليك يا مولانا، بكرة نتقابل ونكمل جولتنا في مساجد المحروسة، وكله بمعاد مكتوب ومحسوب يا صاحبي، والزيارة بالأمارة والإمارة بالبشارة، ونقول السلام عليكم. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.